لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول تفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوز القجع بمكونات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بعد تتويجها بلقبها الثالث تواليا بكأس العربة التي أقيمت في السعودية وانطلق حفل استقبال الجامعة الوصية لأعضاء الفريق الوطني بتلاوة فوز القجار رسالة التهنئة التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السعادة الكبيرة هي بالتهنئة الملكية ديال صاحب الجلالة شو ما كتش أن المنتخب يستفيد من التدريب في هذا المركز بصفة مستديمة ومستمرة وهذا راجع لـ يعني لـ الاهتمام ديال صاحب الجلاله لانه هو اللي هذا المركز هذا وفي قاعه مواصفات موصف عالميه فالحمد لله حنا فرحانين بهذا بهذا الانجاز ودابا من الان بدينا تنفكروا في, في كاس افريقيا المقبله ان شاء الله وكاس العالم وتحيه ولجميع اسره الفوتسال بالمغرب الحمد لله على هذا الانتصار اللي جا الثالثه على التوالي هادشي ما جاش ماشي صدفه حيت لا بقيتي ثلاثه المرات حتى كوب واحد كيكون صعيب تبقى في القمه والحمد لله على هادشي هادشي باللعابه اللي كيبقاو ديما خوت مع بعضياتهم هادشي اللي كيخليك تبقى غادي بحال هكا ديما مزيان كنشكر الجميع الجماهير المغربيه اللي استقبلونا في المطار وكنشكر جميع المسؤولين ديال الجامعه اللي وقفوا معنا سياده ومرايسة فوزي فوز القجع وكنشكر المدرب اللي قدم لنا هذا الفوز جميع سهل علينا يعني المأمورية والحمد لله على كل حال الحمد لله حنا جد سعداء بهذا اللقب الثالث اللي هو كيتعتبر اللقب الثالث على التوالي الحمد لله كما كتعرف ملي كتكون لابس التود البطل صعيب باش تحافظ على هذا اللقب الحمد لله بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال السي هشام دقيق كذلك الطاقم التقني والطبي وما نساوش اللاعبين اللي كانوا صراحة كان في المستوى والحمد لله رغم أن البطولة ما كانت سهلة ولكن التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى والخدمة ديال المدرب الحمد لله توفقنا واستطعنا نحافظ على اللقب ديالنا أنا شال هادي في المنتخب شي أربع سنين وملي ملي بديت كنجي للمنتخب حتى هذا اليوم كاينة غير الخدمة الخدمة والخدمة 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 مع مع لوستاف مع عادل مع هشام دقيق وكل عام كان شويش. كل عام كان شويش. العام اللي فات الكوب دينا استقبال بات تقليديا في هكذا مناسبات والمنتخب الوطني داخل القاعه كرس ريادته على الفوتسال العربي والقاري في انتظار تحقيق الهدف العالمي المتمثله في بلوغ المربع الذهبي لكاس العالم